الساحر كان بيقدر يحضر أرواح الموتى. اتعرف باسم ناطق الشيطان لأنه حرفيا سجد لإبليس. متخيل مدى وصول الساحر ده في الشر؟ كان بيقدر يستحضر روح أي ميت عن طريق استحضار قرينه، وكأن الميت رجع من الموت. هازارد أمير السحرة وكبيره. من المعروف واللي اكتشفناه إن أجدادنا القدامى كانوا دايما بيستخدموا السحر، وكانوا على علم ومعرفة كبيرة بتحضير الجن، وكانوا بيستخدموا الجن في حماية مقابرهم وأمور الشر وغيرها. وكان لكل قبيلة ساحر مشهور فيهم بينفذ ليهم كل أعمال الشر الخبيثة. نأخذكم لواحدة من أقدم مدن العالم، بابل، واللي معناها مدينة الرب. كانت بابل بداية كل شر لأن انطلق منها أشد وأخبث أنواع السحر والسحرة. واللي ما يعرفش أن مدينة بابل اللي بناها سيدنا نوح وكل الناجين معاه. والمعروف أن السحر بيتوارث عبر الأجيال، وكل جيل بيبقى أقوى وأعنف وأشد في السحر لحد ما وصل ناطق الشيطان الساحر هازارد كبير السحرة. بدأ يتعلم السحر من الأشوريين والسومريين واللي كان منهجهم السحر الأسود. بس هازارد ما توقفش عند اللي تعلمه. عارف اللي بيحضر دكتوراه في مادة؟ هازارد طبق على السحر، وكان عنده حلم وهدف انه يصبح اكبر السحرة. بعد سنين من تعلم السحر وتطبيقه اصبح لهازارد مدرسته الخاصة في السحر، لدرجة انه تعلم من الجن والشياطين انفسهم. زادت قوة هازارد وبقى زعيم مدينة بابل. السحر اللي وصل له هازارد نوع من أنواع السحر بيعتمد على تحضير الأرواح علشان يعرفوا منهم أسرار الأشخاص والحضارات القديمة، واللي ما بيكونش ولا مخلوق يعرفها إلا الشخص اللي توفى. تخيل إن كل أسرارك بيكون عارفها قرينك، والسحر بيقدر يستحضر قرينك بعد موتك ويعرف منه كل أسرارك. ازاي كان بيمارس سحر تحضير الارواح؟ كان بيعتمد هازارد في سحره على طريقتين. الطريقه الاولى انه يرسم رموز وطلاسم على الارض ويبدا يذكر تعاويذ سحريه علشان يحضر الارواح. الطريقه الثانيه كانت اسوأ بكتير لانه بيستخدم فيها طقوس بشعه وخطيره، لانه كان بيسحر الموتى انفسهم وبيقدم قرابين وبيعمل كل الطلبات اللي بيطلبها القرين، وده بس علشان القرين يبدا يبوح بكل اسرار الميت. اوضح لك اكتر. على سبيل المثال، شخص توفى من أكتر من 100 عام، بيقوم الساحر هازارد بتحضير قرينه. وزي ما هو معروف إن أي إنسان له قرين، قرين ده بيكون من الجن واللي أعمارهم بتزيد عن مئات بل آلاف السنين. والقرين ده بيفضل ملازم الإنسان ولا يتركه إلا عند الموت. وبعد ما هازارد يحضر القرين بيكون للقرين طلبات بيطلبها من هازارد، وبيقوم هازارد بتلبية كل طلبات القرين حتى لو هيقدم له قرابين، كل ده علشان يعرف منه أسرار الشخص المتوفى. زاد شر هازارد لدرجة كبيرة جدا، لدرجة إن الناس العادية كانت بتخافه وتهابه، والأكتر من كده إن السحرة أنفسهم كانوا بيتجنبوه خوفا من بطشه، بالمصري بيعمل له ألف حساب. أضاف للسحر اللي اتعلمه وزاد عليه سحر هاروت وماروت، ودول ملكين مذكورين في القرآن، هبقى أكلمك عنهم في حلقة تانية منفصلة، واللي كان سحرهم من أقوى أنواع السحر. هازارد كان متفوق في السحر لدرجة إنه لو مارس سحره عليك وبدأ يسألك عن ملامحك إنك توصف شكلك، صدقني هتتلخبط في كل معالم نفسك. يعني لو سألك عن لون عينك أو لون بشرتك مش هتعرف تجاوب، وكأنه مسح عقلك. السحر هازارد حكم بابل وبدأ يخوض معارك باستخدام الجن والسحر وبدون أي سلاح، كان بيقدر يفوز في أي معركة. أمر الشيطان هازارد بأنه يخلي سكان بابل يعبدوا الكواكب والنجوم والشمس والنار. نهاية هازارد غير معروفة، لكن مات وترك كتب في السحر وعلم لحد يومنا الحالي بيتأذي منها عشرات الآلاف.